السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا لعبة الرسام أو لعبة الرسم اللي هي جارتك فون. قد نزلتها في القناة مرتين قبل، فكنت منزل مقطعين كلها ما شاء الله تبارك الله فوق 150 ألف مشاهدة. استغربت الأمانة لأن في وقتها ما جابت هذه المشاهدات، فكذا فجأة طارت الطيران مو طبيعي. فكل اللي أبغى منكم إذا عجبكم المقطع لايك واشتراك وفعل زر التنبيهات وقنوات الشباب اللي معي بإذن الله في الوصف. بس خليكم على المقطع، يلا ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سبيد رن يا اخوان. اوكي 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 والله لا يا وشو ذا وات. طيب انا نسيت كيف شكله هذا. طيب اللي كاتب هالكلمه بالشهر الفضيل الله يهديك، هذه شلون ترسم ذي؟ لحظه انا ليش قاعد ارسم في الزاويه؟ المربع كامل عندي قاعد ارسم في الزاويه. قارت كلمه قارت كفون هذه موترتني اللي في النص. ايه ما ادري كيف اسوي ذي والله. اتوقع كذا اوكي يا ولد. ها رسمت كل شيء الا هذا. هذا ما ادري كيف ارسمه. لا 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 انا الرسمه راحت فيها. انا في رسمه اصلا. الله يعينكم رسمتي. الله يعين اللي بيجي رسمتي. يا عيال ولا رسمتي ما حد عارفها. يا عيال انا ما رسمت شيء. المفروض اني اقدر انسخ هذا الشيء اللي قدام، المفروض في نسخ. والله انا بخليها كذا يا عيال. انتهيت. تكفى تكفى. لا هذا وش؟ اوه والله هذا اللي جاني. طيب انا جتني رسمه. طب هذه لعبه رعب بس ما ادري شو اسم الشخصيه. هذا اصبر اصبر دقيقه اخوان، احد جاء بيت اسود باسود. انا جاني. الو الو وش قاعد اعرف خلص. لا هذا اكتب اللي قدامك. اي رسم من جوجل. ها هذه ما ادري شلون. في واحد كتب شيء ما ادري وش هو. الله يسعد اللي اعطاني ذا مره. اتوقع جاك حقي اللي كتبته اتوقع. وش هذا اللي بدايته سين؟ لا 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 مو بان. انت اللي بدايته قاف صح يا سلوم؟ شباب كاف. ممكن اقولها تراني انا ما اعرف وش اكتب. ابحث ابحث. تنهيده. اتوقع ان شاء الله انه كذا. هو انا بقولها والله شباب جوجل يقول ما لا اعلم هذا هذا. دقيقه. شاكر. ارسم ارسم اي شيء. لا انا ليش سويت كذا؟ فنان. والله انا فنان اقسم بالله انا فنان. اخر شيء الرسمه حد يفهمها. والله اللي قال انت هذا الرسمه كفو. يا ساتر يا شدو يا كلاش. يا ما عرفت ايش اسوي. اكفى قل غيره. والله اني ما عرفت اسوي. كيف اسوي شدو؟ لا اله الا الله. هذه خلها للفنانين يا خالد. شدو ولا مزيك؟ كذا انت مقطع اليوم. احمد ربك انك خوي. احمد ربك. اللي قبل شوي سريع يا عيال ليش هذه طورت؟ لنا رسمه. اي ذيك كلام. والله الكلام صعب. والله اسف. والله العظيم اني والله ما مداني ما مداني. يا اخوان اللي جاء شيء وردي. او ماي جاد وش ذا؟ فنان. وات جاتك يا ابو حسين؟ وات وش ذا؟ فنان. قم الثقه يا كلاش. فنان يا عيال. ثلاث اشياء في شيء واحد. وش ابو حسين؟ عو وش عو؟ والله اقسم بالله العظيم ايرور حقيقي الحين. وش ذا؟ والله العظيم معليش. اوكي اوكي اوكي. وش عو؟ وش عو؟ انا اللي كاتبه، هذا الشيء اللي قدامي. يا اخوان اللي كاتب لي سؤال. في واحد كاتب لي سؤال مين؟ حاط علامة استفهام بالاخير. خلاص انا اشوف. انا شلون ارسم ذا؟ انا سويت كل شيء الا اللي ببالي. انا مو بجبت العيد. جبت ام العيد يا عيال. الرسمات يا شباب رايحه فيها. ترى الرسمات رايحه فيها. عندنا حس فني الله يهدينا منه. انا قررت اصير رسام. ما شاء الله عليك الله يوفقك. يا حبيبي. طيب كيف ابين هذا الشيء هو الشيء المقصود؟ كيف؟ راح امرق. كليك بيت. ها؟ لا المشكله الشيء اللي راس ما انا ما حد فاهم انه هذا الشيء في هذا الشيء. وعصرت مخي عشان افهمها ما قدرت. اعطي هنت بسيط يا عيال. يا عيال سامحوني تكفون اللي بيجيكم. في واحد وصف لي يعني ما شاء الله. يا عيال انا اسف. دقيق. ما بقولون لي شباب اللي جاء شيء بني في بني سامحني. هذا يا عيال ايش المخلوق اللي قدامي؟ الوان. من اللي راسم ذي شوايه رجولها متعفطه. الظاهر حقتي ذي. خسر هذا اخر. خلنا نكتب. اوه هذا اخر راوند. نايس والله العظيم ما ادري صراحه. الله يستر. بس تدي شوف الرسمات. انا والله ما قصرت الصراحه. صح انا قصرت والله. نكتب. اوكي جتني الحمد لله ما جاني. واو يعطيك العافيه سلو. شوف هو انا اجتهدت. والله ما تلام. الحين اكتب اكتب الديز. تكتب ذاك كذا.
فنان خالد فنان. لا لا فنان فنان. شادي بالنص. اوكي شكله للنهايه كوكيز كوكيز كوكيز. الله يحفظك. هذا الطيور مو بنقل. غيرتها. لا لا كويس كويس. كل شوي يطلع من ال هذا هرس اللايك. اوكي والله هذا اللي نكبني. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه سلوم. مع الشبح. شبح. اوكي طيب ليش الدم طايح طيب؟ ما ادري يا اخي. مصاص دماء. اوكي. والله اني اسطوره. اي هذه عجبتني. نايس انا نسيت سالفه هذا. شوف اللي رسم لي فوانيس. لا 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 تكفى. الله يسلم والله اني داري انه سلوم. انا كذا في الزوايا اي شيء رسم في الزوايا هذا انا. اوكي. اللون اللي فوق. فنان. الله يسلمكم. لا والله فنانين كفو كفو. ما حد بيفهمها غير ريان. اه اوكي اوكي هذا اخر شيء. هذا اللي هذا اللي رسم لي شوايه هذا هو. طيب يا اخي بس والله ما قصر كلاش والله. اوكي اوكي قد سبونج بوب هذا نيكلوديان لما يطلع مربع. اه يا ابو حسين اخ هذه شوايه هذه شوايه والله. شوف الرجول معفطه لو ما حط رجول معفطه قلت شوايه والله اللي اقولها. تمام الله ياخذ بليسك يا خالد. نايس نايس تفكير خارج الصندوق. الله ياخذ اوكي. ها هذه اللي هذه وش اسمه قرقده وش اسمه قرقده رسم سمك عطاء اي شيء. اوكي وش ذي ابو حسين سبير قده سبير قده شوف الهنت اللي فوق اليمين محيط على طول. الله طيب السمكه طيب تعبان عليها اكثر شيء والكمامه طيب. جزار اشقر في الكنيسه. اه جا سواليف حق ايش نسيت حط هذا اللي كذا الكوبوي سلوم سلوم. لا والله كوبوي ما حد يلبس كذا الكوبوي. يا اخوان استر تكفى استر وي هذا حصان الله يسعد يا شباب والله جيد كلاش اهينك كلاش حرام عليك كوم كوم والله كوم نايس 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 تابع حقت واي فاي لا تابع على 2012 حلو حلو والله انكبتكم انا اجل ها حبيبي او ماي جاد يا ايوه يا رجال الو 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 معاك سلوان الاخضر في النص. لا كويس انا لاحظ يا الله لا نايس نايس والله نايس افضل اختراع حق خالد صراحه. الله يحللني الله يحللني والله اختراعي جامد. اصبر اصبر والله اختراع جامد. وش اوكي اصبر خالد انت كلمتين لا وش ذا عيال وش الرسمه الش دقيقه دقيقه انا خلصت ترى يا يلا اللي جاي ناقص وجهه ناقص يا ساتر هذا ايش اوكي اوكي هذا هذا انا يا ابو فواز انت اللي رسمتك فيها احمر يا سلوم لا آه؟ طيب وات وش ذا طيب كمل كلمه انت كان انا واي يا يا هذا ايش ما ادري والله لك تطلع شادو يا سلام والله انا اسف يعني عم داري واحد راسم لي رسمك وكتابه خلاص وشو فقه جتك حقتك لا حبيبي الله يسعدك مسكين والله كفى هذه اخر واحده اوه والله عين اللي برسم اللي كتبته يجي يا ساتر ايوه الله شكلك جتني يا سلام اللي قال يا ساتر هذا اخر كلمات صح ايوه الله يعين والله ما ادري شلون هذه صراحه والله ما ادري اذا وقفه ولا انا دوروني في كتابه لا تدوروني في طيب انا ما ادري اذا هي واضحه ولا بس هذا اللي اكتب ايوه ها اللي رسمها قصر والله والله العظيم انك ما ما تحس فيا الا هذا بس اوكي انا خراد مسك مسك ولي بالستر خالد بالستر يا اخوان داش هو زيرو عمر انا شفته بالعيد شكرا انت مشتي وجهه انت وش اللي في طول رمضان طيب الشخص اللي راسه طيب والله ما قصر اهم شيء ثاني يا رجال انا ضاع كل وقتي على الطاوله نفسي انا لا والله خالد شوف السلطه اللي حاطه الله يسلم الفوانيس اللي حطيتها والله انا تعبت على رسمه ابو عمر ولا ضبطتها
هي اشوف انها وصلت يعني. اه ياخذ بليسك يا ريان. هي اللي انت كتبتها صح؟ مرجعها كل What is this؟ انت بكتب WASD هذيك ما فيها الا مراجيح. يا هلا خالد. نفس الشيء نفس الشيء. اه يعني الشجر لا نفس الشيء في مرجيح ثانيه. شوف هذا زلوم على طول. ميكي موزة. ميكي موزة اتوقع انت توي كذا. طبيسك يا ابو فواز. هذا حاط ماسك. ميكي موزة. ليش ليش مقلوب هذا؟ اسروال اوكي. خالد وش لوجو حقه؟ ايوه ما شاء الله يا الخط ليه مخروش هنا؟ فعلا والله انه مخروش فجأة. واحد تو قايم من النوم. هذا حلو. المفروض هذه ساعة بس ما كنت. اوكي يا هلا يا خالد. نكبني والله خارج الصندوق. نفسه صح طفل اللي ده. اوكي حلو حلو. شف شف انا بس فهمته صراحة. شف العين شف زينة رمضان هذه. ايش هذي مدرسة؟ يا عيني هلو 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 نايس. يعني نهايتها جميلة صراحة. اسد درباي ها؟ خالد مسوي لي فكرة هنا هجت شباب ده صرصور والله ما قدرت الحق السيارة. اسحب ايش؟ اسحب ايش؟ كنا سلحفاة سلحفاة والله ما عاد شو كيف تخروف. انا يوم كنت ما هذا والله لا حكي افضل تيس 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 كنت بكتبها بس تيس تيس الا جناحين يعطيك العافيه بس. اوكي اوكي انا اقول لكم خالد اللي راسمها. شفتوا كيف خالد اللي راسمها قايل لكم. انا ضعت بالالوان يا اخوان استروا يا شباب نسوي تكميم. شو المخلوق ذا؟ شوف ايش كتبت عاد في لا يا السالفه قصرت يا محمد. العيون تحت لحيه واحد مين واحد هذا خرطه فوق وجه يعني السالفه خرطه. يا ساتر ايفون لابس وزره. اوكي هذه اللي جتني يا الله. كنا مونك فوق والله. اوكي وش ذا الابيض؟ وش ذا؟ هو على اساس انه خلفيه جوال. جوال مكسور. نايس نايس حلو حلو بالجيم. بس كنا ايبود. ايبود اي والله جلطني الفيل يا اخي. حق منش خرطومه رايح فوق تحت عيونه تحت كل شيء غلط كل شيء صح. شوف اللذة كيف بترمبر ترى ايه لحظه لا خمس رجول يا عيال مو باربع لا وين شو قدام ثنتين الحاله يا الفكي فكي ما انتم مش عرفكم بالفن هذه يا عيال يا عيال عرفتوا ذاك؟ هذا الوضع الحين انت اللي جبت خمس كلمات سلم اي هلا ياخذ راسك يوه خلص الوقت كذا الو والله سريع يا اخوان ما اتفقنا خلاص كنسل والله ايه اللي بشوفه يعني انا انتهيت انا انتهيت والله انا ما انتهيت الله العظيم معليش بس ما اقدر انا انتهيت والله ما اقدر هذا ايش؟ اوكي اتوقع اني عرفت اتوقع ان اللي راسمها خالد اتوقع اللي رسمها والله ذا اللي راسمه راسمه ابو سماعه انا اوريكم كيف ست كلمات والله خمسه امزح والله ما ادري ايش رسمت انا ما ادري ايش رسمت اعرف انها تنفهم ذي بس رسمت اي كلام والله مشوار حدل ما في وقت يا رب انها واضحه هذا ايش هذا هذا مين هذا يا ولد الوقت سريع مره لو حتى مو بداني اكمل اوكي مليتي ما اشتهت اخ الله ياخذ لبزه يا هلا اشكرك اللي راسم ان شاء الله سهله خلص الوقت جي جي اوكي واحد فاطر فينا هرم اظن هذه جت سلوم صح؟ بعضك شتني اوه ريان اقول لك ابي ارسم مثلث لا والله حلو كفو عليك كفو لي اكل سمبوسه في رمضان يا اخي شوف الشمس خله ياكل طيب شوف المثلثات يا معان يا شباب حبيت شادو صايم نايس نايس نهايته نايس سبحه اوه انت كذا ذي انت كذا نايس اوكي نفس الوان والله حلوه كويس كويس وصلت خلاص ما ذكرك بواحد بغيت اكتب تمر احمد ربك
سوارة ملكاته سبحان الله. ايوه شوف هذا السحر تمايم. اوكي بس يوم كتب سبحان الله عرفت شعار ديسكورد. انا اسف ما اعرف كيف ما اعرف كيف الديسكورد عيال سوي سكيب لي. انا جبت العيد اخر واحد تقريبا. خالد دهون خالد والله هون. لا 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 تشوف لا تشوف لا تشوف لا تشوف لا تشوف وش ذا سمبوسه يا شباب بس بنستجيب لو ما كتبت والله ما يعرف. ما تعبت نفسك والله العظيم كنت بغش بس قلت متاتا في الصحن طائر. خلينا نشوف ابو جيم لابس السماعه. هذا اللي صارت شوف والله نايس شوف ايش صار والله ليش صعبه ليه لا عيون يلا هذا واحد شخص اسمه اغا اغا ما كمل حتى بس اني فاهم شيء لبس كيوت ولدي اسمع اغاني برمضان برمضان لو انت اللي راسم سكريم ازرق لا اشجره صح والله العظيم اني توقعت تقول اشجره والله معليش جبت العيد انا اسف والله ياكل ادمي انا اسف جدا والله قاعد تنسلم من رسمها في الزاويه والله اذا ما رسمت في النص يعرفوا ان هذا انا الله ياخذ بليسك الله ياخذ بليسك يا اخوان طور سريع ترى لا ترى كتبت بي سي ياكل بس ما حطها فينك ما حطيتها هذا وش ما في والله ما في وقت والله هذا كرت الشاشه الله اوكي لازم كلنا الار جي بي اذا ما في ار جي بي مو بي سي ايه نفس اوكي اوكي رايتنج لايت والله حلوه جتني انا اول واحد بس سلو نايس انا ما اعرف انجليزي ما عرفت وش اضاءه هو مخرب كلمه اضاءه انا كنت بكتب رينج لايت قاعد يمكن في احد ما يعرفها اوكي يا نايس نايس تا والله شوي بس يلا اضاءه ايجاتو حقت وحسين والله اني اسف بس بس جدا وينك برضه وينك كلمه ثلاث احرف ها يا هلا والله العظيم اني اسف جدا يعني والله اني ما اعرف انا اعرف بني اوكي بس باجز بني هذه مشبوكه في بعض ايش فيه هدم طفولتي ايش ما انت بطفولي والله انا اسمي الارنب وش ما في شيء اللي راسم شيء بني بالنص وش تمش ليش شباب وش المبنى وش المبنى هذا المخلوق اللي قدامي ما ادري وش واحد ها اوكي ابغى تقول الكلمه والله يا اخذ راسك اللي كاتب ارسم برسم اي شيء والله اني ما ادري ايش اسوي صراحه وش اسوي سلوم بس يفكر بالميم سحب انا يا برسم باكس باني يعني على هديون والله حتى ما يرسم بديون جنان وش دي رسمتي انتهيت انتهيت والله يا والله والله اللي جبت رسمتي لا وش ذا ان شاء الله انه ما جبنا العيد وش ذا مراعيني ذي وش ذا اللي كاتب باكس باني حاسنا وعيال ما كتبت شيء وات ايوه هذا اللي كاتب لي قصه وش وضعه اوكي المفروض انها واضحه يا عيال والله انا ما بكاتب صراحه التلميح بالكتابه خلاص احس رسماتي كلها كتابه ما والله ما ادري شلون الرسم ذا والله رسمت رسمه حلوه اوه والله نايس هذا متاكد انه شعار شيء بس انا ما اعرفه خوان والله الوقت مو بشعار اتوقع اوكي والله سريعه مره يا عيال اوكي يلا والله جبنا العيد مره يلا الله ياخذ راسك الله يكرمك والله انك وسخ الكلاش اقسم بالله ما عليك شفاط يا ساتر اوكي سلم لازم لازم زاويه اليسار ايوه طيب رسمتي ما عليه يكتب كلهم هم داني كلهم رسموا حقتي او كلمتي جيت بغيرها بكتب نادك كذا نضاكم على الناد المفروض نرسم كريان الله يسلمك اوكي ما في ما في شيء لان جتني بيضه الله ياخذ بليسك كراش يا شباب غلطت قصدي شخصيه غلطت والله هذه مو مفهومه استيعاب وش بالله في شخص فوق
اذا انت تشوفه بالله صوره لي ايش ما غشاش اصبر 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 يلا 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 يعني سناب شات تمام اصبر كلاش ايش راس انت ابا ابا شوفوا شات اليوتيوبر ها اها ليتك رشيت زين ليتك ما رسمت تسلم رجلك انا فهمتها بدون ما اشوف الشات والله كمل عشان ما تروح هذا طيب محمد فواز محمد جاهزه جاهزه والله كنت اللعب وش يا اخي اكتب طاح وش ذا يقول اكتب طاح اوكي انا حسبت حق توم بي صراحه صوت ابو حسين والله رسام بس ما نسيت الاول اتوقع اني جتني من سلوم او ماي جاد اخ اوكي 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 في واحد عطابها يا شباب انا اسف انا احس انك هلا واحده طيب كره مكسوره كره مكسوره الله عليك ايش والله كيف الاحتراف يا شباب اول رسمه لي في النص خذ لك والدائرة مقطوعة ليه؟ طب أنا جالس أطب السلوم عشان ما يشد الله ها يعطيك العافية يا خالد أنا عرفت الرياكشن اللي يقصده لا حلو حلو وين هذا؟ وين النظارة طيب النظارة كمل يشوف كتاب بالله شوف رسمتي شوف رسمتي حلوة بس الكتاب مو كتاب أوكي ناقة تقرا كتب شوف 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 حقتي نايس 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 جمال يقرا والله نايس مره ذي اخوي شوف شوف الرسم كنا ديناصور صح هو اهم شيء انه مخلوق هو اهم شيء يقرا لا ولابس نظاره الله يا اخوي انا من جيل سندباد يا شباب ولا حلو شكلك تستمر كذا يا شباب الله يا والله والله هذا اللي يفك الكولا خالد الله اوكي لي ظهر ما كملت وجه كابوي ايوه ولا شيء صح ولا شيء صح انا نسيت كاتب والله اي كيبورد لابس فنيله شوف 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 رسمتي شوف شوف والله شوف انا حسيت مبنى عمارتي الاخير عماره اوكي طيب ليش البحر طيب والله فعلا صادق الله يعطيك والله رسمت سمك يا اخوان رسمت مستشفى والله رسمت هوسبيتال هذا الموضوع قبل السحور